السلف نقل عن بعضهم أن البدعة بريد الكفر، فإن الكفر له مقدمات، ومن مقدماته البدعة. ولذا يقول ابن حجر رحمه الله: اجعل بينك وبين المكروهات بابا من المباحات، واجعل بينك وبين المحرمات بابا من المكروهات. معنى كلامه رحمه الله يقول: اجعل بينك وبين المكروهات بابا من المباحات، يعني لا تسرف في المباحات، فإنك إذا أسرفت في كل مباح أوصلتك هذه المباحات إلى المكروهات، وإذا أسرفت في المكروهات فإنها بريد المحرمات. فكذلك البدعة بريد الكفر. وقد نقل عن بعض السلف أنه كان يقول: المعصية بريد الكفر. ولا تناقض بين هذين، لأن الحكم قد يكون له سببان، فمن أسباب الكفر المعصية والبدع.